بسم الله. والصلاة والسلام على من رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله. السلام عليكم. اليوم إن شاء الله سنتكلم على شجرة النيم. غنتكلم على الشجرة ديال النيم ديما على إجابة أسئلة إجابة على أسئلة المتابعين. فهناك من يسأل اسم ما هو اسم شجرة النيم بالمغربية؟ فهناك من يطلق عليها الشرش، ولكن هذا اسم قد يطلق على نبات البواق في عند أنطاكيا وغيره، وهناك من تلقى عليها اسم المرمية، وهذا يعني فقط عازم بالغيب. المرمية هي السلمية، وهي تعرف في المغرب بالنيم، وتسمى الليلك الهندي، وتسمى صيدلية القرية، وشجرة ألف علاج. هذه الشجرة تفيد في علاج نوبات الربو وتنظيف الجهاز التنفسي، مطهرة للجهاز البولي، تفيد في علاج الإمساك المزمن، في علاج أمراض اللثة والأسنان، مطهرة البكتيريا، ومنشطة للجهاز المناعي. وزيت النيم يفيد في يعني منع الحمل، وتستعمل في تحضير مواد التجميل وعدة وصفات التجميل، من بينها الوصفة المعروفة لعلاج حب الشباب، وهي من فصيلة الزنزانقية، وتوجد في موطنها الأصلي هو الهند وسريلانكا. الهند هو موطنها الأصلي، فقط تزرع في المغرب والسودان وغير ذلك من البلدان. وهذا هو يعني فقط الذي أريد إشارة إليه في حول شجرة النيم. السلام عليكم.